اللي تستفادون منها بدراستكم، تستفادون منها بالمرحلة الجاية بشغلكم، هو الفايل ترانسفير، تحويلات فايل. هاي التحويلات عليها من معتمد، او شنو الهدف من عندك؟ شنو تطبيق؟ شنو الشغل مالك؟ شو تسوي؟ يعني شنو الفائده مالك؟ سواء واحد اجى قال عندي فايل ترانسفير، شنو فائده؟ شو يسوي؟ يحول لي، هو يوزد انلايز انيرجي فانكشن، معالجه الانيرجي فانكشن. شنو هي الانيرجي فانكشن؟ الانيرجي فانكشن which is defined for infinite time، داله معلقه على infinite time. يعني هنا قاعد شو يسوي؟ يحلل تحليل. تحليل الإشارة أو معالجة الإشارة الرقمية يستخدمون بها الفورير ترانسفورم. الفورير ترانسفورم عندنا باستخدام التعريف دالة الأفو في التي، شلون أحصل عليها؟ أحصل عليها من واحد على 2 باي تكامل من ماينس ما لا نهاية المن الى المعلى نهاية. اف الاوميجا اف اوف الاوميجا اكسبونيشال اي اوميجا تي دي اوميجا. هذا التكامل راح يعطيني دالة الاف اوف التي. دالة الاف اوف اوميجا شنو هي؟ هاي شنو قيمتها؟ شلون احصل على هاي الدالة؟ هاي الدالة احصل عليها مين من التكامل المحدد المن للماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه اف اوف تي اللي حصلت عليها من هنا اكسبونيشال سالب اي اوميجا تي دي تي. شنو معنى داله الاف اوف تي وشنو معنى داله الاف اوف اوميجا؟ داله الاف اوف اوميجا is called the Fourier transform of اف اوف تي. تحويل الفورير المن ل اف اوف تي هي شنو؟ اف اوف الاوميجا اللي حصلنا عليها من هذا القانون. اف اوف تي شنو؟ اف اوف تي از كولد الانفيرس، الانفيرس فور ترانسفورم. المن تابع الاف اوف الاوميجا. يعني هسه انت هاي الداله الاولى اللي مسميها واحد وهاي الداله اللي راح اسميها اثنين، هذول الدوال اثنيناتهم او المعادلات اثنيناتهم شقني، وحده تعطيني فور ترانسفورم ووحده تعطيني شنو؟ الانفيرس فاير ترانسفورم. وهي تعطيني فاير ترانسفورم وهي تعطيني انفيرس فاير ترانسفورم. هذول الاثنين دائما نستخدمهم بمعالجه الاشاره الرقميه. دائما يشتغلون بالديجيتال برسي. بس اذا تلاحظون بالتعريف مال الفاير ترانسفورم دائما شو يستخدم؟ شوف التعريف شو يستخدم؟ اذا فاير ترانسفورم ولا الانفيرس فاير ترانسفورم؟ انفيرس ترانسفورم ولا شو يستخدم؟ شو تلاحظون؟ مو استخدام التكامل؟ التكامل المحدد بالحالتين يستخدم تكامل محدد؟ هذا التكامل المحدد الجاي يستخدمه بالحالتين، لمن جاي اما قاعد يسوي شيء؟ شنو الشغل اللي يسويه؟ شنو الشغل الرياضي اللي يأديه؟ اكو له شغل رياضي جاي يأديه على الدالة. هذا الشغل اللي جاي يأديه على الدالة هو إيجاد المساحة المن للكيرل المطي، ايجاد المساحه للكيرل، ايجاد المساحه للاشاره مالته، تحسب المساحه لها يلا توجد الفاير ترانسفورم مالته. هذا المثال يقول فايند فاير ترانسفورم اوف بلس شاون بلو اند ديفايند باي اف اوف تي. معطيني اياها هي عباره عن اي لما الماينس دلتا اقل او يساوي تي اكبر يساوي ايش قد؟ دلتا وصفر متعرف بهذه الصوره. هنا ايش مطيني؟ مطيني رسم النبضه، رسم النبضه مطيني. هسه المطلوب من عندي شيء يريد؟ يريد ايجاد الفورير ترانسفورم مال هذه الداله. شلون راح احسبها باستخدام التعريف؟ شو يقولون؟ تعوض بيمن؟ اعوض؟ اعوض باف اوف اوميجا، لان ايش رايد مني؟ اف اوف اوميجا هي الفورير ترانسفورم، فاعوض باف اوف اوميجا وبعدين على مود اوجد التحويل المن لهاي الداله.
خلي لكم هذا السؤال، امسح هاي الصفوره من هالجهه. فهنا عندك الفاير ترانسفورم هي اف اوميجا. اف اوميجا راح ايش يساوي لي؟ يساوي لي من ماينس ما لا نهايه المن يوديني الى الما لا نهايه. اف اوف تي هذا التعريف، اف اوف تي اكسبونيشال ماينس اي اوميجا تي المن دي تي. اجي اعوض حدود التكامل مالتي، اباوع الكيرف مالتي، باوع الكيرف النمبر مالتك شلون؟ مين من طلقة؟ من سالب دلتا رايحة لمن؟ الى الدلتا، يعني هسه حدود التكامل مين لمين؟ من سالب دلتا حدود التكامل راح يصير من سالب دلتا يوديني لمن؟ يودي الى دلتا. نعم؟ هاي الفترة مال الدالة مالتي، الفترة من الماينس باوع الدالة لمين معرفة؟ معرفة من سالب دلتا المن مودية الى الدلتا، هاي الفترة. فهسه المحتويات مال القانون اف اوف تي، اف اوف تي ايش قد عندي؟ اف اوف تي راح تصير ايش قد؟ اي، لان الاي معرفة من هذا من ماينس دلتا موديها المن الى الدلتا، فراح يصير عندي هنا اي مضروب بمن؟ بالاكسبونيشال ماينس اي اوميجا تي دي تي. هسه صار عندي ويساوي زائد شنو؟ اذا تنتبه تباوع هسه هي من ماينس دلتا الى دلتا احتوت منو؟ احتوت هاي الفترة كلها، احتوت هاي الفترة من ماينس دلتا الى الدلتا احتوت هاي الفترة. باوع هي كلها اي، هذه اي اللي محددها بالمخطط هذا، فماخذه من ماينس دلتا مودية المن الى الدلتا، فاخذتها بس على اليمن على هذا المقدار. هسه عندي حساب التكامل عادي، هسه ما عندك شيء بس توجد قيمة التكامل لهاي الدالة. هذا الاي ايش راح اعتبره؟ كونستان. يعني الكونستان اقدر اطلعه برا التكامل، حلو يطلع برا التكامل. صارت اي تكامل مين؟ من ماينس دلتا الى دلتا اكسبونيشال ماينس اوميجا اي اوميجا تي دي تي. هسه هنا التكامل على يمن جاي يشتغل على داله اسيه، داله اسيه. هسه انت شغل الفوير ترانسفورم لهنا انتهى، من هنا بدا شغل رياضي، بس رياضيات، هنا شغل رياضيات. هنا الداله مالتي هي شنو؟ داله اسيه. من اجي اكامل داله اسيه شلون لازم اكامل؟ اذا تكامل الداله الاسيه دائما هو الداله الاسيه اذا توفرت شنو؟ مشتقه الاس. باوع لي هنا مشتقة الاس ايش قد؟ بالنسبة للتي سالب اوميجا، سالب اي اوميجا، هذه المشتقة هي سالب اي اوميجا، خليها يمي، سالب اي اوميجا، انتبهوا اخوان، سالب اي اوميجا، هنا سالب اي اوميجا دي تي مو؟ دي تي، سالب اي اوميجا هنا ايش بتوفر عندي؟ بس شنو؟ بس الدي تي. اريد اوفر بعد السالب اي اوميجا شلون؟ ضرب. هسه هذا التكامل قاعد احسب قيمته. التكامل هذا هو عباره عن شنو؟ عن داله اسيه. عباره عن داله اسيه. شلون اكامل الداله الاسيه؟ هو الداله الاسيه نفسها اذا توفرت شنو؟ مشتقه الاس. راح اباوع الاس مال الداله الاسيه، الاس مالته هو ماينس اي اوميجا تي. من اشتقه ايش راح يصير؟ راح يصير اي اوميجا دي تي. اي اوميجا دي تي. باوع هنا للتكامل شنو المتوفر عندي؟ دي تي. بقى هذا الثابت ما متوفر، شلون اوفره؟ لازم اضرب واقسم التكامل بمن؟ سالب اي، يعني راح اضرب واقسم هذا التكامل يضرب ويقسم بناقص اي اوميجا
ناقص اي اوميجا على ناقص اي اوميجا. هسه هذا لو ترجع على الاصل ايش قد يساوي؟ واحد. يعني كانه ما سوى شيء، ما سوى شيء، مجرد انه ضربت هذا المقدار في واحد. بس هذا من راح يفيدني؟ راح يفيدني على مود اوفر شنو؟ اوفر مشتقه الاس هذه الداله. على مود اقدر احسب شنو؟ قيمه التكامل مالتي. فهنا راح شو يصير عندي؟ يصير عندي ناقص اي على ناقص اي اوميجا تكامل مين؟ تكامل اكس تكامل من ماينس دلتا الى دلتا اكسبونينشال جيد ماينس اي اوميجا تي. هنا ضربتها وحده من عندهم وين دخلت؟ داخل التكامل على مود توفر لي شنو؟ مشتقه الاس صارت اي اوميجا اي اوميجا دي تي. فصار هسه التكامل مال هاي الداله سهل لو صعب؟ بما انه داله اسيه وموجود الاس مالتها مشتقتها موجوده، اذا راح يكون التكامل مالتها هو نفسه. الاي ليش ما ضربت؟ حكى هاي الاي شو؟ بما مضروبه؟ الاي مو انت ضربت ناقص اي اوميجا على ناقص اي اوميجا، هذا المقدار ضربته بهالتكامل مو؟ فوحده من الناقص اي دخلت وين؟ داخل التكامل على مو شنو هاي تدخل داخل التكامل؟ توفر لي شنو؟ توفر لي مشتقه الاس. فاللي راح يبقى برا منه؟ راح يبقى واحد على ناقص اي اوميجا. واحد على ناقص اي اوميجا مضروب بمن؟ باي. بس قصه اي على ناقص اي اوميجا تكامل من ماينس دلتا ودي المن الى دلتا اكسبونينشال ماينس اي اوميجا ماينس اي اوميجا دي تي. فصار عندي داله اسيه وياها منو؟ وياها المشتقه مالتها مال الاس، مو مشتقه الداله الاسيه، مال الاس مالتها فقط هذا. يعني مشتقه هذا المقدار بس وفرناه. اذا راح يصير التكامل مالتي شنو؟ التكامل راح يصير سهل راسا يعطيني شنو قيمه الداله؟ الاسيه. يعني راح يصير اي على ماينس اي اوميجا اي اس شنو؟ اس ماينس اي اوميجا شنو؟ تي. حدود التكامل من ناقص دلتا الى دلتا. حدود التكامل لازم اعوض حدود التكامل. يلا اقدر انهي التكامل مالتي. هسه اخوان القيمة العليا مو ناقص اسم القيمة العليا ايش قد عندي؟ دلتا. يعني راح يصير اي على ماينس اي اوميجا. اجي اعوض هسه القيمة العليا يعني راح تصير اكسبونينشال ماينس اي اوميجا شنو؟ دلتا ماينس اي اوميجا دلتا ناقص ناقص شنو؟ ناقص اكسبونينشال اكسبونينشال ايش قد؟ موجب اي موجب اي ايش قد؟ موجب اي اوميجا دلتا موجب اي اوميجا دلتا. هسه بعد ايش عندي؟ ايش راح اسوي هسه بعد؟ راح عندي ابسط هذه الداله مالتي. شو راح يصير تبسيطها اخوان؟ شلون يعني؟ شلون منطقي؟ هسه خل بسط هاي الداله ايش راح يصير عندي؟ اذا ضربت هذا المقدار هنا ايش راح يصير؟ راح يصير يعني دخل القوس هذا افتح القوس راح يصير ناقص اي على اي اوميجا اكسبونينشال ماينس اي اوميجا دلتا. لا هذا الناقص المن نفس الشيء لا تخليه هنا ولا هنا نفس الشيء. بعد هذا شنو؟ ناقص وقبلها ناقص صار الزائد مو؟ اي على اي اوميجا
exponential i omega شنو دلتا. سويت بس دخلت هذا المقدار على ايش؟ على القوس. دخلت الداله هنا على اليمن على القوس. هذا المقدار ايش قد راح يساوي؟ راح يساوي اي على دبليو، اي على دبليو، اي على دبليو. هسه شوف الاي وين راح تصير. اكسبونينشال اي اوميجا دلتا، اكسبونينشال اي اوميجا دلتا ناقص اكسبونينشال ماينس اي، ماينس اي شنو؟ اوميجا دلتا على ايش قد؟ على اي بالضبط، على اي، على اي. شنو سويت؟ بس طلعت الاي الاي على اوميجا طلعتها بره. من البقى هنا؟ بقى الماينس واحد على اليمن على اي مضروب بهذه الداله، وما زائد واحد على اي مضروب بمن؟ بهذه الداله. بس سويت؟ خليت الاي وين؟ بالمقام. رتبت الموجب خليته بالبدايه، هذا الموجب خليته بالبدايه اللي هو اكسبونينشال اي اوميجا دلتا، والسالب خليته وين؟ هنا صارت ماينس. نعم ما تغيرت، لا هنا بس سحبت، هنا ما ضربت، هنا سحبت عامل مشترك اللي هو اي على اوميجا، اي على اوميجا سحبت. بقى ايش قد هنا؟ ماينس واحد على ماينس اي، وهنا بقى واحد على اي. فبس هنا سويت خليت الاي وين؟ خليته بالمقام. رتبت هذا صار موجب خليته بالبدايه، هذا مضروب بسالب صار وين؟ بس ترتيب المعادله مالتي لا اكثر ولا اقل. نعم ليش اضرب المعادله؟ حتى شنو؟ حلو، اضرب المعادله 2 على 2 على مود احصل على شنو؟ على كوساين، لانه قانون الكوساين شو يقول؟ احسنت، اكسبونينشال اي اوميجا اي اوميجا ناقص اكسبونينشال ماينس اي اوميجا على ايش قد؟ على 2 اي. فاضرب واقسم على ايش قد؟ على 2 على مود احصل 2 بالضبط بالضبط. فهنا لما ضربت وقسمت على 2 هنا ايش قد صارت؟ 2 هنا، وهنا ايش قد صار؟ 2. هاي الخطوه سويت اضربت وقسمت على ايش قد؟ على 2 على مود احصل هذا المقدار شو يصير؟ الساين، هذا يصير الساين. ساين هذا قانون الساين. هذا قانون الساين، الكوساين يصير بدال الناقص يصير زائد. هاي تذكروها اعطاكم اياها العام. العام اعطاها. موضوع الاتصالات اخذتوها هاي. انه الساين اصلا شنو؟ والكوساين اصلا شنو؟ بدلاله شنو؟ بدلاله الداله الاسيه اللي مرفوعه على قوى اي. فاذا هسه راح اكمل ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 اي على اوميجا، مو؟ هذا صار هسه هذا صار ساين، مو؟ ساين شنو؟ ساين اوميجا، ساين اوميجا دلتا، ساين اوميجا دلتا. 2 اي في ساين اوميجا دلتا على اوميجا. ها شنو؟ اكو سؤال اشكال؟ 2 اي في ساين اوميجا دلتا على اليمن على اوميجا. هذه ساين اوميجا دلتا على اوميجا ايش تعطيني؟ ساين اوميجا دلتا على على اوميجا ايش تعطيني؟ هذه راح تعطيني 2 اي ساين سي اوميجا دلتا، ساين سي اوميجا دلتا. ليش؟ لانه عندي هذا القانون هو ساين الثيتا، ساين الثيتا على اليمن على الثيتا يعطيني ساين السي شنو؟ ثيتا. هتذكروا القانون؟ لا ما
ساين الثيتا على الثيتا راح يعطيني ساين سي ثيتا، فهذا راح يعطيني ساين سي اوميجا منو؟ اوميجا دلتا. يعني هنا على ايش اعتمدت اخوان؟ على ايش اعتمدت؟ هذا الشغل كله على من اعتمدت؟ على ايجاد التكامل للنبضه هذه. حسبت التكامل على من الاعتماد منه؟ اعتماد على قانون الفورير شنو ترانسفورم؟ اعتماد على قانون الفورير ترانسفورم. قانون الفورير ترانسفورم شو يقول؟ يقول عندي تكامل من ماينس ما لا نهايه يودي لمن؟ الى ما لا نهايه اف اوف تي اكسبونشال ماينس اي اوميجا تي دي تي. اجيت عوضت المفردات اللي موجوده عندي بالمثال عوضتها وين؟ بالقانون. اف اوف تي هي منو؟ هي اي. اف اوف تي اي. اف اوف تي اي. اكسبونشال ماينس اي اوميجا تي دي تي. فالاي هنا بعد شنو؟ بس تحسب قيمه التكامل هذا على مود تخلص المثال او الحل، تخلص الحل لازم تحسب قيمه التكامل. فبدك داله اسيه، هذا الثابت سويته وين؟ طلعته برا. ثابت طلعته برا وحسبت التكامل لهذه الداله. ونعرف احنا تكامل الداله الاسيه، ماذا احسب تكامل الداله الاسيه؟ او تكامل الداله الاسيه هو الداله الاسيه نفسها مشتقه منه؟ مشتقه الاس اذا توفرت. هسه هنا مشتقه الاس حسبتها على صفحه بيني وبين نفسي، لقيتها هي ماينس اي اوميجا دي تي. المتوفر عندي ايش قد؟ دي تي. فاقدر على مود اوفر مشتقه الاس، اخوانها خليها ببالك. من تريد توفر مشتقه الاس، من الممكن تضرب التكامل في ثابت. في ثابت، بيضرب في ثابت، لكن من غير الممكن يضرب التكامل في متغير. ما يصير تضرب التكامل في متغير. تضربه في ثابت اوكي. لانه الثابت ما راح يسوي شغل. ما راح يسوي شغل. راح يسوي شغله واحده هي توفير مشتقه، بينما اذا ضربته بمتغير راح يرجع عندك مشكله ثانيه. يعني هسه اذا ضربت هاي الداله بتي شو تصير؟ وصل تكامل يو دي بي رجع مره ثانيه تكامل، تعال يمن الصعب. تبي توفر مشتقه اس، لو تريد تصعب التكامل مره ثانيه تعيد تشتق او العفو تكامل بعد مره ثانيه. فمن تيجي توفر مشتقة الأس خليها ببالك، مشتقة الدالة لازم تضرب الدالة فقط ثابت، لا يضرب في متغير. الدالة ما تضرب في متغير، يعني التكامل ما يصير أضربه بمتغير. كمل النقل على متاخر المثال. سي أوميجا دلتا. إي سي أوميجا دلتا. سي أوميجا دلتا. قول حبيبي قول، تفضل تفضل. شو دي؟ ايش هي؟ ايش هي؟ قول تفضل. يلا شباب كملوا، اذا قاعد تنقلون كملوا نقل على مود ناخذ لنا مثال ثاني. خلي نشوف شلون نقدر نحل هذا المثال الثاني. ابي اعطي رايك اخوان نقلوا مو الغوا، وحده من نقل تلفون. هذا الموضوع افكاره مو صعبه. بس شنو نكون نسلح بيمن اخوان؟ هذا الموضوع لازم نسلح بيمن؟ يكون عندك تكامل. يكون عندك تكامل، خزينه من التكامل هنا. اذا عندك خزينه من التكامل هنا فهذا الموضوع يكون بالنسبه لك موضوع تافه. اهم شيء يكون انت عندك خزين مال التكامل. Find Fourier transform of signal
signal sided sided exponential شنو function معرفة أو محددة بما محددة بدالة الإكسبونيشال اقطع الكلام defined by معرفة ft يساوي a exponential minus alpha a exponential minus alpha t والتي هي شنو اكبر او يساوي شقد صفر فالكيرف مالتي الداله مالتي ايش قال لي قال اكسبونيشال مو فالرسم مالتها شقد راح يصير هذا الرسم مالتها داله الاكسبونيشال فالاي وهاي عندي اف اوف التي اللي هي اي اوس اي اوس ماينس اي داله الاكسبونيشال تي سالب الفا تي سالب الفا تي هذا example 2 of signal sided exponential function defined by above t here a exponential minus alpha t والt معرفة من شقد اكبر او يساوي صفر والكيرف مال t نعطيني اياه بهذا الشكل الفا الفا t والt هي اكبر او يساوي صفر قيمة التي معرفة أكبر أو يساوي صفر هسه لازم أكتب القانون مالتي فوريير ترانسفورم تكامل أفوف الأوميجا شكد يساوي؟ يساوي تكامل منين؟ من ماينس ما لا نهاية المن الى الما لا نهاية f t exponential minus i omega t d t d t بابا يعني الدالة معرفة هاي الدالة هي هاي f of t هي a exponential minus alpha t ايش قد حدود التكامل مالتي؟ مين لمية حدود التكامل مالتي؟ اعطوني حدود التكامل لهالدالة اعطوني حدود التكامل لهالدالة، شنو هي حدود التكامل؟ مش قد؟ الصفر للما لا نهاية، حلو، الصفر للما لا نهاية. يعني التي معرفة منين؟ هذه التي هي قيمة الدالة. معرفة التي منين؟ من الصفر. التي معرفة من الصفر إلى وين؟ ما لا نهاية. يعني راح يصير التكامل مالتي في 100% او الحدود مالتي 100% من الصفر للما لا نهاية من الصفر الى الما لا نهاية افافو تي ايش قد مطيني اياها؟ نعم ولا منحني هذا الرسم الاكسبونيشن هذا رسم الاي او سي هاي الرسم مالتي رسم الدالة إيه؟ يمكن رسمي ما مضبوط بس رسم هذا رسم مو منحني فماخذ التكامل مالتي لازم الحدود يكون من الصفر يودي الى المالا نهاية مو طلع معادلة منحني وطلع قيم لها اكس فمن الصفر الى ما تودي الى المالا نهاية اف اف تي ايش قد مطيني اياها بالسؤال هي a e minus alpha t مضروب بمن؟ بالاكسبونيشال ماينس اي اوميجا تي المن دي تي ويساوي
عندك الاي هو شنو؟ كونستانت. راح اطلع عباره تكامل. اي تكامل، تكامل من الصفر يودي لمن؟ الى المالانهايه. شوي انتبه اخوان، عوف النقل شوي انتبه. هناك عندك اي وهنا اي، حاصل ضرب شنو؟ دوال اسيه 2. حاصل ضرب دوال اسيه 2. هذا شلون راح يصير؟ تجمع الاسس، يعني اي اس ايش قد؟ اي اس ماينس الفا. حلو، فماينس الفا راح اخليها ماينس الفا زائد اي اوميجا تي دي تي. ها شو تقولون؟ لان اذا دخلت هذا الماينس ايش قد راح يصير؟ سالب بسالب، وهي اصلا هي سالب بسالب ترجع نفس. فلانه عندي ظروف فجمعت شنو؟ جمعت ذول الاسس المن للدوال الاسيه ذول الاثنين. اوكي. بعد عندك هذا التكامل على يمن مشتغل. هذا التكامل. ادري على يمن مشتغل، الداله الاصليه هي شنو؟ داله اسيه. شو صارت؟ هاي صارت موجه؟ هناش عندك، عندك اثنين دوال اسيه. من اريد اضرب اثنين دوال اسيه راح يصير عند الضرب شو يصير؟ تجمع الاس. فصارت ماينس اي وماينس اي ماينس الفا وماينس اي الفا. فالماينس طلعتها برا للترتيب فصارت الفا زائد اي اوميجا تي. التنان المشتقه مالتي مال الاس ايش قد؟ هي مو ماينس الفا، ماينس الفا زائد اي اوميجا دي تي. فلازم اضرب واقسم هذا بالمقدار ايش قد؟ هذا اللي هو ماينس. فايش قد راح يصير؟ راح يصير اي على ماينس الفا زائد اي اوميجا. اي على ماينس الفا ماينس الفا زائد اي اوميجا. هذا داخل قوس. التكامل مالتي من الصفر يودي لمن؟ الى ما لا نهايه. منو البقعه دي؟ اي اس ماينس الفا زائد اي اوميجا شنو؟ تي. وهنا شو وفرت؟ سالب الفا زائد اي اوميجا دي تي. سالب الفا زائد اي اوميجا دي تي. فهذا التكامل صار عندي شنو؟ دالة أسية موجودة ومشتقة الأس موجود. فشو راح يصير عندي التكامل؟ راح يصير ويساوي اي على ماينس الفا زائد اي اوميجا. التكامل مالتي هو ايش قد؟ اي ماينس الفا زائد اي اوميجا ايش قد؟ تي. مو حدود التكامل من مين؟ من الصفر لمن؟ الى المالانهايه. من الصفر الى المالانهايه. هسه اخوان اذا عوضت اول شيء الحد الاعلى، هاي الاي على ناقص الفا زائد اي اوميجا، اول قيمه ايش قد راح احصل عليها؟ صفر. لانه بالمالانهايه راح يصير ايش قد الناتج؟ صفر. هذه اول قيمه. ثاني قيمة ايش قد راح احصل عليها؟ واحد. يعني ايش قد؟ ناقص واحد. ناقص واحد. واحد. فهسه ايش راح اسوي؟ هذا اللي الثابت اضربه على اليمن على القوس، هذا راح يساوي لي اي على اوميجا زائد اي الفا زائد اي اوميجا. هذا الشيء يمثل، يمثل لي قيمة الفوريا ترانسفورم للدالة المطينية. تقدر ترتب أكثر بعد، هو ترتب خلاص، هو انتهى. هذا الناتج النهائي. ها دي فكرة صعبة هذا؟ لا هو بس تكامل، هو بس تكامل. عرفتها على السايد يندال الاكسبونيشن. شلون؟ شلون؟
اي سالب من سالب من انفينيتي الى صفر؟ لا من صفر الى سالب من انفينيتي. يعني هاي الصفر الداله هالشكل. هسه كيف مثال ثاني؟ لا كيف مثال ثاني بس تكونوا تحلوه انتم. فكروا في الهوم ورك هذا هاي شيء. وين ناقص؟ وين ناقص؟ هنا هنا عندك ناقص صفر ناقص واحد ايش قد؟ فمن راح اضرب هذا المقدار بهالقوس ايش راح يصير؟ هذا المقدار في صفر صفر. هنا ناقص هنا ناقص ايش قد صارت؟ ناقص بناقص موجب. هذا ايش قد؟ موجب. هذا يمثل لي ناتج الفورير ترانسفورم للدالة. Find the Fourier transform of signal two-sided. Two-sided. هذا راح يصير هنا two-sided. Two-sided exponential function defined by هذا مثال ثالث وبنفس الوقت راح يكون عليكم الحل مالته بس اريد الحل مالته تجيبوا لي اياه. اف اوف تي يساوي شنو؟ اي اكسبونينشال ماينس الفا تي والتي هنا ايش قد؟ اكبر او يساوي ايش قد؟ صفر. وعندي اي اكسبونينشال الفا تي والتي هنا ايش قد؟ اقل من ام صفر. بس راح اضيف عليه هذا. هذا هوم ورك. جيبوا الحل مالته. عندك تكامل من ماينس انفينيتي الى انفينيتي دلتا تي دي تي ايش قد يساوي؟ يساوي واحد. وعندي تكامل من ماينس ما لا نهايه الى ماينس ما لا نهايه دلتا تي ناقصا بي. من تي ناقصا بي يعني صار عندي شنو؟ دي تي. صار شنو هنا؟ يساوي لي واحد. وعندي رابع رقم أربعة تكامل من ماينس ما لا نهاية إلى ما لا نهاية دلتا تي ماينس اقطع الكلام تي ماينس تي نوت اف اوف تي دي تي ايش قد يساوي؟ يساوي لي اف تي نوت اف تي نوت. هذني خواص دالة الدلتا فانكشن. نقدر نبرهن الثانية والرابعة باستخدام التعريف مال الفورير ترانسفورم. نقدر نبرهن هاي النقطة 2 والنقطة 4 باستخدام بعد الثالثة والرابعة أو الأولى خليهن لكم. هذا يعتبر هوم وهذا يعتبر هوم وهذا راح نشتغله هسه. بس شوفوا لي هذا شلون راح تبرهن
شلون راح تبرهن انه التكامل من ماينس ما لا نهايه الى الما لا نهايه دلتا باستخدام شنو؟ باستخدام التعريف. يعني شو اريد؟ اريد تحسب لي الفوريير ترانسفورم. اريد تحسب الفوريير ترانسفورم لمن؟ للداله الدلتا. يعني خلينا نكتب المثال. يعني راح استخدم هاي الخواص لحساب الفوريير ترانسفورم لداله الدلتا. Fine. Transform. Fine. Fine transform. Or the delta function. Delta function. F of T يساوي دلتا T. ال F أوميجا solution. F of الأوميجا ايش راح يساوي؟ يساوي لي تكامل من ماينس ما لا نهاية المن إلى الما لا نهاية. من ماينس ما لا نهاية إلى الما لا نهاية. اوكي. فهنا اف اوف تي مضروبه بمن؟ باكسبونينشال ماينس اي اوميجا شنو؟ تي دي تي. اف اوف تي هنا ايش قد عندي بطيني اياها؟ يعني تكامل من ماينس ما لا نهايه الى منو؟ الما لا نهايه. دلتا المن؟ للتي. دلتا تي. اكسبونينشال ايش قد؟ ماينس اوميجا دي تي. هنا دالة الاوميجا دالة الدلتا معرفة وين؟ لما تي اكبر او يساوي ايش قد؟ صفر. يعني لما تي تساوي ايش قد؟ صفر. اريد اشوف الناتج مالت ايش قد يطلع. اول شيء قبل لا تكامل انت عندك تكامل مين؟ من ما لا نهايه مو؟ من ما لا نهايه المن الى الما لا نهايه. دلتا على اليمن على تي دي تي. دلتا على تي دي تي. والاكسبونينشال اي تي شو اعتبرتها؟ كونستانت. طلعتها وين؟ خارج التكامل. اي دلتا تي. فهذا المقدار ايش قد يعطيني؟ اذا ارجع للخواص هذا المقدار ايش قد يعطيني؟ واحد. فايش قد صار؟ صار اكسبونينشال ماينس اي اوميجا تي في ايش قد؟ في واحد. لما اختار التي تساوي صفر ايش قد يصير؟ ايش قد يصير هذا؟ واحد في واحد. راح يصير واحد في واحد. واحد هو واحد. واحد. لما اختار التي هنا هي شنو؟ التي تساوي صفر. تي تساوي صفر. لان هي دلتا 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 تي. دلتا تي معرفه وين؟ لما تي اكبر او يساوي صفر. يعني تي تساوي ايش قد؟ يعني تي تساوي صفر. هذا احنا مو ماخذينها هاي الداله، ماخذها عباره عن داله تساوي لي واحد لما التي تساوي صفر، وتساوي صفر لما التي اكبر من او اقل من صفر. اقل او يساوي اقل من صفر. هاي دالة الدلتا احنا مو اخذناها بال زيت ترانسفورم. قلت لكم هاي الدالة مهمة راح نشتغل عليها. دالة الدلتا احنا
يتذكر اللابلاس ترانسفورم وخواص اللابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم وشنا ناخذ وياه شنو؟ الخواص. واخذنا زد ترانسفورم وياه منو؟ خواص. هسه راح ناخذ اخذنا الفوريا ترانسفورم وياه شنو هسه؟ البروبرتيز مالت منو؟ الفوريا ترانسفورم. البروبرتيز مال الفوريا ترانسفورم. هاي جهه ما خلصوش خاصية اللينيارتي. لما ناخذ اف المن الاي اف 1 تي زائد بي اف 2 تي هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي اي مو اف 1 اوميجا اف 1 اوميجا زائد بي اف 2 اوميجا. معناه اذا عندك الفوريا ترانسفورم اللي حاصل جمع دوال اثنين راح شو يصير؟ ومضروبات بثابت راح اوزع عليه ايش؟ اوزع الجمع على اليمن اوزع الاف على الجمع وذول الثوابت شو اسوي؟ اسحبهم برا الفوريا ترانسفورم. قبل لا ناخذ مثال على هذا الشيء خلينا ناخذ بعض الملاحظات. نايتس احنا ايش اخذنا؟ اخذنا الفوريا ترانسفورم المن لدالة الدلتا ايش قد قلنا يساوي؟ يساوي 1. الفوريا ترانسفورم الى دلتا لما تي ناقص تي نوت. الفوريا ترانسفورم لدلتا لما تي ناقص تي نوت ايش قد يساوي؟ يساوي اكسبونينشال ماينس اي اوميجا تي نوت ماينس اي اوميجا تي نوت. هذا شو تقدر تعتبره؟ تيبل نقدر نعتبره تيبل جدول لحساب الفوريا ترانسفورم. يعني دوال وكل دالة دوال وكل دالة لها شنو؟ الفوريا ترانسفورم مالتها. فهنا الاف انفيرس ايش راح يرجعني الاف انفيرس مال الفوريا ترانسفورم؟ الاف انفيرس يعني الانفيرس مال الفوريا ترانسفورم راح يرجعني على يمن رجعني على الداله مالت. لان انت عندك الفوريا ترانسفورم هي اف اوف اوميجا اف اوف التي احصل عليه همين اذا اخذت فوريا ترانسفورم احصل عليه اف اوف اوميجا. اذا رجعت الانفيرس ايش راح احصل عليه من؟ على اف اوف التي. فاف انفيرس دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت
ايش قد يعطيني؟ يعطيني 1 على 2 باي، 1 على 2 باي تكامل من ماينص ما لا نهايه الى ما لا نهايه دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت اكسبونينشال اي اوميجا تي دي اوميجا دي اوميجا. دي اوميجا. وهذا راح يساوي لي ايش قد؟ يساوي اكسبونينشال اي اوميجا نوت تي على 2 باي. 2 باي. والاف انفيرس الى اوميجا دلتا اوميجا زائدا اوميجا نوت ايش قد يعطيني؟ يعطيني 1 على 2 باي، 1 على 2 باي تكامل من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت اي اي اوميجا نوت دي اوميجا. هذا راح يعطيني اي اي ماينس اي اوميجا نوت تي على ايش قد؟ على 2 باي. شوفوا اخوان هذا القانون منين محصله؟ ماخذه من القانون الاول اللي اخذناه هسه قبل شويه اللي هي اف اوف التي. هذا مو يساوي لي اف اوف التي، فاف اوف التي كانت تساوي لي 1 على 2 باي اول ما بدينا بالمحاضره، 1 على 2 باي هذا القانون، 1 على 2 باي شنو؟ اف اوف الاوميجا اكسبونينشال اي اوميجا تي دي اوميجا. فهو هذا قانونها ال اف انفيرس للدلتا اوميجا زائد اوميجا نوت هو 1 على 2 باي تكامل من ماينس ما لا نهايه المن للما لا نهايه دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت اكسبونينشال اي اوميجا دي تي. هذا كله شو يمثل؟ يمثل التعريف، هذا يمثل التعريف، وهذا الناتج اللي حصلت عليه. يعني بعد ما حسب هذا التكامل حصل على هذا الناتج. بعد ما حسب هذا التكامل حصل على ايش؟ على هذا الناتج. Example. هو هذا اخر شو المعرفه؟ هي شنو اللي محاضرتي؟ عارفه شنو اللي ما عرف؟ شنو اللي ما عرف؟ هو بس تكامل كان find Fourier transform function f of t هي cosine omega not t cosine omega not t. هسه هذا by using لينياريتي. اريد تحل لي هذا المثال باستخدام اللينياريتي. ايش عندك؟ عندك الكوساين اوميجا، الكوساين اوميجا تي. اذا ارجعها لاصلها ايش راح تصير؟ تصير اكسبونينشال مو؟ اي اوميجا تي ناقص لو زائد اكسبونينشال ماينس اي اوميجا تي على الجد على 2 مو 2 اي 2 على 2. يعني هسه الكوساين هذا الدال الكوساين اوميجا نوت تي راح تساوي لي اكسبونينشال اي اوميجا نوت تي زائد اكسبونينشال ماينس اي اوميجا نوت تي على الجد على 2. فاذا تاخذ الاف للطرفين ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ راح يصير اف اوف المن للكوساين
كوساين أوميجا نوت تي شو راح يساوي لي؟ يساوي لي 1 على 2 مو؟ 1 على 2 واحد على 2 وإف هنا أنا 1 على 2 إف المن لإكسبونيشال اي اوميجا نوت تي زائد شنو؟ إكسبونيشال ماينس اي شنو؟ اوميجا نوت تي. فهذا ايش قد راح يساوي؟ راح يساوي 1 على 2 اف المن لإكسبونيشال اي اوميجا نوت تي زائد 1 على 2 ايش قد؟ اف المن الاكسبونيشال اي ماينس اي اوميجا نوت تي. هذا ايش قد الاف للاكسبونيشال اي اوميجا نوت ايش قد يعطيني؟ اول واحد هذا يساوي 2 باي 2 باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت. هذا اول واحد مضروب بمن؟ مضروب بنص، مضروب بواحد على 2. اذا مضروب بواحد على 2 ايش قد راح تصير هاي الاثنين مو تتصل؟ واحد على 2 يساوي 1 على 2 في ايش قد؟ في 2 باي 2 باي 2 باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت زائد ايش قد؟ 1 على 2 في 2 باي 2 باي 2 باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا هاي هنا زائد وهنا راح يصير عندي ناقص اوميجا نوت ناقص اوميجا نوت. نعم هذا اللي اخذها هسه قبل شوي كل وحده باي. فهذه اذا تحسب ال هاي اي فاذا تحسب الاكسبونيشال ايش قد راح تحصل؟ بس الاي اي ماينس اي اوميجا نوت تي ايش قد يساوي؟ هذا 2 باي هذا 2 باي فاذا تحسبهم ايش قد راح يصير؟ هذا الطرف يساوي هذا الطرف يعني تاخذ الاف على هذا الاثنينات الباور هذه اف انفيرس وهاي يساوي لي ايش قد؟ اف انفيرس لدلتا اوميجا زائد اوميجا نوت ايش قد يساوي؟ ايش قد يساوي؟ اكسبونيشال ماينس اي اوميجا نوت تي على ايش قد؟ على 2 باي. هسه اذا اخذت الاف للطرفين يعني اخذت الترانسفورم من للطرفين فصارت اف باف انفيرس ايش قد اعطتني؟ اللي هي ايش قد؟ دلتا اوميجا زائد ايش قد؟ اوميجا نوت. هاي الاف الاف المن خلي اوضحها على الصبوة يا اخوان لا هيك ما راح تفهموها والله بس شوفوا ذني منين اجتني هاي القوانين اللي هسه كتبتها منين اجتني عندك الاف انفيرس اف انفيرس الدلتا اوميجا زائد اوميجا نوت شو تساوي؟ تساوي لي هاي اخر قانون هذا اللي هو اكسبونيشال ماينس اي اوميجا نوت تي على ايش قد؟ على 2 باي على 2 باي. هسه اذا اخذت الترانسفورم للطرفين يعني اخذ الاف على اليمن على الطرفين
فاول وحده اذا اخذت الترانسفورم راح ترجع لي الداله، راح ترجع لي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. نجي هنا للطرف الثاني، علي ايش راح يرجع؟ راح يرجع لي اف اكسبونينشال اي اوميجا نوت تي على ايش قد؟ على 2 باي. هنا هذا الواحد على 2 باي مو ثابت، اقدر اطلعه برا، راح يصير واحد على 2 باي اف شنو؟ اكسبونينشال اي اوميجا نوت تي باي. هذا الواحد على 2 باي انت شو تريد تطلع؟ قيمة الاف مو؟ هنا شو نريد نطلع؟ نريد نطلع بس قيمة الاف هذه، بس قيمة الاف، بس قيمة الاف اوميجا اف اي اوميجا نوت تي. فاذا ضربت ب 2 باي اضرب الطرفين، اضرب الطرفين ب 2 باي على مود اتخلص من هاي 2 باي، يصير لو ما يصير اخوان؟ تضرب الطرفين ب 2 باي تتخلص مين من هاي 2 باي، فراح يصير اف اوف اكسبونينشال اي اوميجا نوت تي ايش قد يساوي؟ يساوي لي 2 باي دلتا اوميجا زائد شنو؟ اوميجا نوت. وانت حصلت على عليها ايش قد؟ الدلتا زائد اوميجا زائد اوميجا، وهذا راح تكون ناقص صحيح نقلت شان الدلتا زائد الاوميجا. هاي واحد على 2 ترى ثابت مال القانون، في اوف اوف اكسبونينشال اي اوميجا نوت مين حصلت عليها؟ من هذا القانون ترى، من هذا القانون بعد ما طلعت او اخذت الترانسفورم علي من على الطرفين، بعد ما اخذت الترانسفورم على الطرفين حصلت على قيمة الدلتا اوميجا زائد اوميجا نوت يساوي لي او قيمة الاف الاف المن دي اكسبونينشال اي نوت اي اوميجا نوت تي راح يصير 2 باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت.